في اليومين اللي جايين دول هستنى منك انك تسمعي كل حاجه بتتقال وتنقلها لي بالحرف الواحد. عايز اسالك سؤال. ايه؟ تقدر تحميني؟ بقول لك ايه، اتكلمي عدل. انت رجعت تتعاطى الهباب ده تاني في السجن؟ يبقى زي ما قلت لحضرتك، السبب الوحيد هو قضيه الاستاذ حمزه. انت بتبتزيني؟ انا عايز اعرف منك ناجي الخليلي كان مستني منك انك تعملي ايه بالظبط. تجيبي لي سيف. شوف انت بتاخدي كام وانا رقبتي ليك يا ست الكل. يا ابن الكلب يا سفله يا بنت خوري يا بنت الكلب، مش سايبك بقى الرمه اللي انت متجوزاها يتهجم عليا. وانت ايه يا حبيبتي اللي جابك وانا مش هنا؟ عشان كده احنا محتاجين حد حقيقي يكون عايز يشتري سلاح من النوع اللي بيبيعه ناجي الخليلي. وطبعا ناجي الخليلي علشان يبيع الشحنه دي لازم هيتصل بالضابط الكبير او الشريك، وبالتالي احنا هنعرف هما مين. انا لو ناجي الخليلي مش هبيع سلاح للراجل ده. لما انت ما بترتاحش وانت قاعد مع واحده عايشه لوحدها، وافقت لي انك تيجي هنا؟ اصلا ما تعرفيش النسوان عندنا في البلد عامله ازاي، تكاتك ماشي على الارض. في ايه؟ في اني مش عارفه اشوفك في البيت، والكلام اللي انا عاوزه اقوله لك ما ينفعش اكتبه على ورقه واسيبه على التلاجة. ابقى كلم باباك لحسن، فاكر ان انا منعك ان انت تكلمه؟ طلبني النهارده وقال لي كلام، والله العظيم لو واحده عندها ذره كرامه ما تستحمل ربعه. انا هعتبر حضرتك زي اختي، ومن هذا المنطلق اسمحي لي ان انا اوصلك. الهانم مراتك مرافق عليك واحد زميلها في الجامعة. أنا مراتي أصرف واحدة عرفتها في حياتي. بكرة على الساعة 12 الظهر في الكافيه بتاعنا. نفذي كل اللي قالهولك بالحرف الواحد. متوقع بقى إن هو هيسيبك تمشي؟ متوقع إنه ما يجيش في باله إن اللعمة ممكن يبقى شايف. ثانية واحدة صاحبي. أكلني حبيبي. حبيبي صباح. استاذة مشيرة، استاذ شريف عايز يقابل حضرتك بره. خليه يتفضل. طبعا. حاضر يا فندم. اتفضل. اهلا، ازيك؟ ازيك يا مشيرة. اتفضل. معلش انا جيت لك من غير ميعاد يعني، بس في موضوع مهم كنت لازم اتكلم معاكي فيه. خير؟ في ايه؟ مدحت مسكوه في السجن بهيروين وحولوه على النيابة تعاطي مش إتجار، وأنا لسه جاي من هناك ودي صورة المحضر. أنا مش عارفة المفروض أقول إيه ولا حتى أحس بإيه. نهار اسود، دول ماسكينه متلبس يا شريف، ده فيها 7 سنين تاني. حد اقصى 7 سنين. ما هو مسجون، ما ينفعش ندفع ببطلان الاجراءات، من حقهم ان هم يفتشوا في اي وقت ولاي سبب. بصي احنا ممكن ندفع بعدم معقوليه الواقعه بالشكل الوارد في محضر الضبط. ازاي بس؟ مشيره ده سجن، يعني اي حاجه داخله فيه المفروض ان هي بتتفتش. يبقى الهيروين ده جاله ازاي؟ ممكن يكون مدسوس عليه، واحنا لو سألنا اكيد هنكتشف الحقيقة. الحقيقة ان هو مدمن وبيتعاطى، هي دي الحقيقة. لحد دسله حاجة ولا نيلة. مراته كانت عندي هنا واشتكت لي منه، وانا رحت له وكلمته وقلت له يبعد عن الزفت ده. عارف كان رد فعله ايه؟ انه طردني تقريبا. انا مش عارفة هو بيعمل كده ليه؟ في اوطى واحقر من كده ممكن يعمله تاني؟ وليه؟ ليه بيعمل كده اصلا؟ معلش، هو تعرض لخسائر جامدة جدا، والظروف اللي عدت عليه صعب ان حد يتصورها.
يقوم ينصب ويدمن. أنا مش عارفة البني آدم ده عايز يدمر نفسه ولا عايز ينتقم من الناس اللي حواليه. أتصرف في موضوع زي ده إزاي؟ أنا مراته وولاده صعبانين عليا جدا، ولاده مستقبلهم اتدمر، ده لو كان في جزء بسيط في مستقبلهم لسه ما اتدمرش بالعملة السودة دي قضى على مستقبلهم كله. أنا هعمل اللي أقدر عليه، الأيام دي في قضايا كتير وممكن لو كانوا خدوا عينة دم تبوظ في المعمل. يا شريف دول ماسكينه بهيروين. بصي أنا عارف اللي هقولهولك ده ضد مبادئك، بس يعني لو في أي حد يقدر يساعد يا ريت تروحي له. حد يساعد؟ ده مش بعيد يكون حد هو اللي عمل كده مخصوص عشان ينتقم مني ويدمرني. ما انا حكيت لك على موضوع اللواء سامي وتهديده ليا. مشيرة أنا ما بدورلكيش على مبررات، وأنا زي ما قلتلك أنا هعمل كل اللي أقدر أعمله عشان أثبت إن الموضوع ده كله متلفق. وإنتي لو الكلام اللي إنتي بتقوليه ده حقيقي يبقى مش غلط إنك تدوري على حد يساعد. رحمة لو سمحتي. أي مدام فريال. في معايا ضيف بس كان عايز منك كتاب. كتاب إيه؟ هو حضرتك كتاب عن واحد عايز يصالح مراته ومش عارف يقول لها ايه، وعلى ما اذكر يعني هو الكتاب ده اسمه الوقت فات. لا الوقت فات ده كتاب وحش قوي على فكره، انا لا عايز اقراه ولا عايز اشوفه ولا عايز اسمع عنه خالص. شوفي لي انت حاجه كده حلوه على ذوقك، يعني مثلا الحب باقي، المسامح كريم، الرحمه حلوه. حلوه؟ حلوه قوي والله العظيم وقمر. على فكره انا مش فاضيه للكلام ده، ورايا شغل. انا اسف جدا يا فندم، حضرتك انا موجود هنا استناك لمده 3 اسابيع مثلا لحد ما حضرتك تفضي، عشان انا والله مستعجل قوي على الكتاب ده ومحتاجه ضروري. الهي يا رب بحق جهنم بشوف ابنك ده ظابط واطول مني كده. ايه ده تضحكي؟ ايوه في ايه؟ ده ما ينفعش، انت مخصماني على فكره يا بويا. خلاصتك كده خلاص، شكلك مصلحاني. ايوه اتفضل بقى روح على شغلك. شغلي ايه؟ ملعون ابل ولا بلاش؟ ملعون ابو اي حاجه تعطلني عنك يا قمر، يا غالي يا نجم الليالي. يا نجم الليالي انت مالك بقيت بلدي كده؟ وانا مالي، هي كلها حاجات بتيجي في المسجات بتاعه الموبايلات. على فكره الولد اللي قاعد ورا ده بيعكسني. دي من اللحظات القليله قوي اللي الواحد فيها بيبقى مبسوط انه شغال الشغلانه دي. هو في ايه حضرتك؟ ايه 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 ده؟ نعم ايه ايه ده؟ مسدس بيسلمولنا وبيدونا معاه خزنتين رصاص، وكل ما بنضرب رصاصه بناخد حوافز، وانا بيني وبينك مزنوق عندي اقساط. يعني ايه؟ انت عارف في الجهه اللي انا شغال فيها لو انا اشتبكت مع حد وقتلته محدش يقول لي قتلته ليه، خصوصا ان كل واحد في البلد دي ليه ملف، وممكن جدا اي حاجه في الملف ده تتفسر على انها شبهه او جريمه، يعني اكيد في الاخر هيبقى عندي مبرر. انا ما اسمع بس، انا اسمي طارق غلاب، الست دي تبقى مراتي. اهلا وسهلا طارق. ايه لو قربت من رحمه او هي مره شافتك عن طريق الغلط على بعد 113 كيلو مثلا، صدقني انا هاخد فيك مكافاه ما خدهاش حد في البلد دي قبل كده. ربنا يخليك ليا. أنا محتاج الخليلي ما يشكش لحظة إني عرفت موضوع حلا. ليه؟ عايزها تفضل معاك؟ أنا عايز أستخدمها.
حالة هي الوحيدة اللي هتقولي كل حاجة، هي اللي هتنقلي تحركاته. واثق فيها؟ مش شرط، مش هو ده موضوعنا. بتحبها؟ أنا مفيش في قلبي مكان ممكن يحس بأي حاجة. مليان بحد؟ مليان بكره، وحتى لو الكره فضي هيسكن مكانه خوف وقلق. أسوأ حاجة في الدنيا لما الإنسان يعجز عن إنه يحمي الناس اللي بيحبهم. بس الأسوأ من كده إنهم يكونوا تعرضوا للموت بسببه. عندك حق، علشان كده أنا قررت النهاردة إن أنا هضيف اسم كمان للليستة، واحد كمان لازم أنتقم منه بعد ما أخلص اللي ابتديته. مين؟ أنا. أنا عارفة إنه زبالة ورم وإنه أكيد اتهجم عليك، بس أنا ما كنتش عايزة أصد. وإنت عرفتي مكان إزاي؟ بقالي كام يوم باجي لحد تحت وأبقى خايف أطلع، النهاردة بقى ما قدرتش. ما تزعليش مني يا حبيبتي، أنا عارفة إن إنتي تأذيتي بسببي كتير وأنا غلطت في حقك، بس إنتي عارفة إن أنا تربية شوارع وواطية، يعني ما تقوليش إن إنتي بقى تخمتي فيا. بصي، أنا عارفة كويس قوي إن إنتي من حقك تتضايقي، وعارفة كويس قوي إن إنتي من حقك تصدمي، بس تقولي له سري ليه يا أمينة؟ ليه بتكشفي ستري لحد غريب؟ ده أنا جيت لك بعد ما الدنيا كلها اتقفلت في وشي. غيرة يا حبيبتي، غيرة. ما قدرتش أستحمل لما لقيته بيبصلك وبيسألني عنك وبيستفسر عليك، حسيت بنار، لقيت نفسي بنهش في سيرتك وبوسخ فيكي وبقول عليكي كلام وحش كتير. كنت فاكرة كل الكلام اللي هقوله ده هيخليه يبعد عنك، أتاري كل اللي قلته ده خلاه يتجرأ عليكي وياخدك مطمع ليه. نسيت انه وسخ زي كل اللي قابلتهم في حياتي. سامحيني بقى حلا. انا مش احسن منك عشان تبقي مكسوفة من نفسك قوي كده. أنا كمان غلطت كتير وطلبت السماح، بس أنا بقى مش هقفل الباب في وشك زي ما الناس كلها قفلت الباب في وشي. حلا، أنا حامل. إيه؟ الواطي ده يبقى أبو ابني. وقلتي له؟ لا. وإنتي موافقة يا بنت إنه يبقى ليكي ابن من واحد زي ده؟ ما دخلت الدنيا ازاي وطلعت منها بايه؟ احنا مجبرين على عيشة، محدش عارف لحد امتى، بس احنا لازم نعيش زي ما الناس كلها عايشة. يعني هنعمل ايه يعني؟ احنا نقدر نعمل كتير قوي. الغلابة اللي زينا محدش عامل لهم حساب، احنا بس محتاجين نفكر، ولو حسبناها صح احنا اللي هنكسب. صباح الخير. على فكرة أنا سبت لك الأيام اللي أنت عاوزها عشان تبقى تقدر تسافر براحتك. الله، ليه بس الكلام ده؟ هو مش ده اللي أنت كنت عاوزه؟ أيوة. أمال إيه بقى؟ بصراحة كنت عايزه وبقيت عايز حاجة تانية خالص. الله، عاوز إيه؟ هو أنا ممكن أقابل سيف أخوكي إمتى؟ ادخل. أنا رايحة. خلي اقفلي الباب وراكي. حاضر. امسكي. ده جهاز تسجيل بيسجل مرة واحدة، وما بيقفش إلا بعد 5 ساعات. عايز أعرف كل اللي هيحصل. ولو شافوا معايا؟ مش هيحصل، لأنه مش هيجي أصلا. مش هتشوفيه ومش هيشوفك تاني. الأيام اللي كنت بتروحي له فيها الكباريه ولت خلاص. ناجي الخليلي دلوقتي هربان، واكيد ما عندوش اي استعداد انه يعرض نفسه للخطر مع واحده ممكن تكون متراقبه زيك. امال ايه اللي هيحصل؟
هبعت لك رساله او هكلمك في التليفون وانت مش هتعرفي تكلمي تاني. وانا هعمل ايه؟ خليه يفضل واثق فيكي، ما تخليهوش يشك اللحظه انك قلتي لي اي حاجه. حاضر. اسمعي كل اللي هقوله لك ونفذيه بالحرف الواحد. اتفضلي. ده رقم الجديد وهو ده التليفون اللي هبقى اكلمك منه. حاضر. بكره الظهر خلي سيف يوصلك. فين؟ انت مش بتقولي انك اترقيتي وبقيتي مديره الكافيه؟ يعني ايه؟ ايوه بقيت. بكره تخليه يوصلك عند تاجر جمله كبير. هبقى ابعت لك عنوانه. بس انا هعمل كده ازاي؟ انت هتستهبلي؟ حاضر حاضر خلاص هتصرف. أول ما توصل لعنوان اللي هديهولك انزل وسيب سيف في العربية بأي حجة. حاضر. وخدي بالك اوعي سيف يشك فيكي أو يحس إنك مجرجراه. إحنا هنكون متابعينك من بدري. علي الباشا ادخل أنت اتغدى وأنا هروح مشوار وجاي على طول. بس المفروض أبقى مع سعادتك. لا ده أنا هروح أجيب بضاعة للكافيه وجاي على طول. متقلقش. اللي تشوف سعادتك. احنا كده وصلنا يا سيف باشا. طيب انا مش هقدر اجي معاكم. طب ليه؟ معلش يا حلا روحوا انتوا وانا هستناكم هنا. طيب اتفضل. انزل انزل. لا 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 ملهاش لزوم. ده اعمى اعمى. احنا فحصنا ملفات مجموعه من التجار اللي كانوا بيحاولوا يشتروا سلاح بكميات كبيره خلال الفتره اللي فاتت. معظمهم مرتبطين بخلايا ارهابيه او تجار سلاح. فيهم ثلاثه احنا محتاجين حضراتكم تختاروا واحد فيهم. التلاتة دول وبعد ما نختار
سعادتك ناجي الخليلي عنده مجموعة من السماسرة بيتعامل معاهم، لو حد فيهم عارف إن في طلبية كبيرة مطلوبة أكيد هيوصله المعلومة. مش أكيد ولا حاجة طارق، كلنا عارفين إن ناجي الخليلي ما بيشتغلش بقاله سنتين، وطبيعي جدا إن محدش يتصل بيه. وبعدين يا باشا ده مستخبي. يا باشا أمير نصار ده ما بيشتغلش غير مع ناجي الخليلي. يعني لو عارف إن في طلبية كبيرة مطلوبة لازم يوصله المعلومة. ماشي. ولما ناجي الخليلي يعرف؟ نفس الشخص. أمير نصار. هيكلم التاجر اللي احنا هنختاره ويظبط معاه. وامير ده تبعنا مثلا؟ لا. امال هنوصله ازاي؟ سهله جدا يا باشا، امير ده في السجن ساعتها. طب وهيعمل الاتصالات دي من جوه السجن؟ يا كمال باشا الموضوع بسيط، يعني الراجل في السجن يعني حواليه كل انواع المجرمين، اسهل حاجه ان اي حد يوصله الخبر، وساعتها هتلاقي الف من ياكد المعلومه. ماشي، خليني كده اختصر الكلام اللي انت قلته ونشوف سكه شغال ولا لا. دلوقتي انت عايزنا ان احنا نختار واحد من التجار التلاتة دول وليكن عماد. ماشي. هنبعت احنا سجين تبعنا لأمير نصار يقول له ان عماد ده عايز يشتري كمية كبيرة من الأسلحة. بالظبط. وطبيعي جدا أمير نصار يحاول يتصل بناجي الخليلي بأي وسيلة ممكنة. ومن خلال السجين اللي تبعنا أمير هيتصل بعماد ده ويتفق معاه. مش عارف يا طارق، مش مطمن. ليه يا باشا؟ احنا ما عندناش حاجة نخسرها. لا. هنخسر وقتنا كله لو ده ما جابش نتيجة. وممكن ان الاتنين يتفقوا مع بعض وكده نبقى ساعدنا ناجي الخليلي في انه يغرق البلد اسلحة اكتر ما يغرقها. مستحيل يا باشا. ساعتك التلاتة اللي انا اخترتهم دول محطوطين تحت المراقبة 24 ساعة. يعني ببساطة كده ما يعرفوش يتنفسوا الا ما نعرف. ما تقلقش يا باشا. سيبونا اعرض عليه وسلم الموضوع ده ونشوف هنعمل ايه. ومين السجين اللي هنخليه يتصل بالسمسار في السجن؟ لسه يا باشا. هنشوف. قعدوه هنا. استنوا تحت. انا اسف سعاده الملك على الطريقه اللي جبتك بيها، بس انا عايزك. وانا كمان عايزك، يا اما كان زماني خلصت على العيال اللي عندك دي. عجبني قوي ثقتك بنفسك. خليني الاول اقول لك قلبي عندك. انا ما اعرفش ليه يا اخي الصياد ده عمل معاك انت كده وقتل الباقيين، مع ان انت الوحيد اللي رفضت تشتغل معايا. طيب متشكر يا سيدي على التعاطف ده، ده حلال والله. انا عندي مشكله سعاده الملك، الصياد بيتشقى معايا، موقف لي شغلي، بيقتل الناس اللي شغالين معايا، مشيت ورا المعلومات اللي انت جبتها لي زي الامن بالظبط. كانت النتيجه ايه؟ واحد راح بلاش. الله يرحمه. الله يرحمه. عرفت وزعلت، بس خلينا نخش في المفيد. انا عارف يا ناجي انك دخلت شحنة سلاح من 2012 ولحد دلوقتي مش عارف تبيعها، واصحاب السلاح ده ناس ما بترحمش، مش كده ولا ايه؟ سيف انت عارف حاجات اكتر من اللازم. بيعها له. نعم. بيع كل السلاح اللي عندك للصياد ووافق على السعر اللي هيعرضه عليك، مفيش قدامك حل تاني. تصدق فكرة؟ معاك تليفونه؟ لا، بس عارف اللي يدلك عليه. طب وما خليتوش يدلك انت عليه ليه؟ مالكش فيه، اعتبر ان انا لسه عارفه امبارح، وهي دي الحقيقه على فكره. امبارح؟ امبارح. انا كنت زيك بالظبط، فاكر ان الصياد ميت، ولما عرفت اني غلطان رجعت ادور تاني. امبارح بس وصلت لواحد بيشتغل معاه. مين؟ واحد سمسار، بيشوف له مين بيبيع ومين بيشتري، زي السمسار اللي عندك كده. ايوه يعني اللي هو مين؟ اهدى بس علاء، مش لما تعرف انا عايزك في ايه الاول. بص بقى، انا مذاكرك كويس وعارف انك كنت ظابط شقي باماره الراجل اللي انت عذبته وبتترافع عنه المحاميه المشهوره دي اللي تطلع في التلفزيون كل يوم. على فكره انت تعرف حاجات كتير اكتر من اللازم. عيب عليك، ما كنتش قعدت معاك.
انا ما انكرش ان انا معجب بيك، بس اعجابي بيك مش اهم من مصلحه. عشان كده يا سعاده الملك انت هتقعد معايا هنا لحد ما اعرف منك كل اللي انا عايز اعرفه. وانا مش هعرفك اي حاجه لحد ما اعرف انا كمان اللي انا عايز اعرفه. اللي هو ايه؟ عايز اعرف مين الراجل الكبير، الراجل اللي كل السلاح ده بيخش على حسه. انت عارف طبعا ان الضباط اللي اتقتلوا اللي انت كنت بتتكلم عليهم من شويه دول كانوا شغالين في خليه وبيعملوا عمليه سلاح كبيره. العمليه دي لصالح حوت من الحيتان الكبير، راجل اعمال يعني. عايز اعرف مين الراجل ده. بس كده؟ لا، وعايز اعرف كمان مين الضابط اللي كان عندنا في الجهاز اللي مكون الخليه دي اصلا، شريكه. يعني انت عايز تعرف مين الراجل الكبير ومين الضابط الكبير؟ بالظبط كده. ما نفسكش تعرف حد صغير؟ قول لي بقى. اقول لك انا على المعلومات دي كلها ليه؟ دول الناس اللي بيحموني. معاك، بس لو السلاح اللي عندك ما اتباعش محدش هيحميك من صحاب السلاح اللي بره. ما انت هتديني بيانات الراجل اللي هيوصلني للصياد، وانا هحاول اوصل معاه الاتفاق، ولو ما حصلش مش هتسمع عنه تاني. وبعملت لك خدمه، مش ده الراجل اللي قتل مراتك وبنتك؟ انت بتتكلم عن مين؟ عن الصياد؟ انت فاكر انك هتشوفه كده عادي؟ انت لو قعدت 10 سنين تشتغل مع الصياد عمرك ما هتشوفه، هتشتغل معاه عن طريق وسيط، وحتى الوسيط ده مش ممكن يوصلك ليه لان هو اساسا ما بيقابلوش. ليه؟ شبح؟ ايوه شبح. طب قول لي مين الوسيط وما تقلقش، ناجي الخليلي هيعرف يتصرف معاه كويس. ما قلت لك بقى يا باشا انا مش هفتح بقي غير لما اعرف اللي يلزمني. اوكي. سلامه. خد سعاده الملك على تحت وريحه على الاخر، وما تسيبوش الا لما يقول لك كل اللي انا عايز اعرفه. انت عارف ان المشكله انك انت مش شايف. طب وليه مشكله؟ هو انتوا عندكم موزه هنا ولا ايه؟ عايزك يا حلو يفضل دمك خفيف كده للاخر. حاضر، بس كده؟ انا ممكن اقول لك نكت كمان لو عايز، بس كلها هتبقى على الست الوالده. انت عارف ان انا نفسي من زمان قوي افترى على ظابط، بس الامانه ناجي بيه موص عليك، لو اتكلمت اخلص منك واريحك واقتلك بسرعه، بس انا ما نفسيش كده. ها لف ودور عليا بقى عشان اعمل معاك الصح. قول لي بقى مين الراجل اللي هيوصلنا للصياد؟ ما بتردش يعني. انا هعرف ازاي اخليك ترد. Thank you.
قالوا لي انك هنا، قلت والله دي بنت حلال. ايه كنت بتفكر فيا؟ كنت لسه هكلمك حالا. خير؟ خير، كنت عايز اسالك بس عن واحد من الضباط اللي لا استنى الاول، انت جاي لي ليه؟ انا محتاجه خدمه. بس كده داوي المنى، اشربي ايه؟ ما كنتش متخيلة ان يوم من الايام هيجي عليا واطلب طلب زي ده، بس يمكن البني ادم لما بيتحط في اختبار حقيقي في حاجات كتير قوي بتتغير. وفي ايه؟ انا محتاجة مساعدة، حتى لو رأي قانوني او اي ترتيبات ممكن تتعمل. انت واقعة في مشكلة، حد رفع عليك قضية؟ هو مش انا، اخوي. تعالي مش على مرتك، على مرتك، على مرتك. انت متأكد انك مش عايز تروح مستشفى؟ لا لا تمام، انا اتصرف. على مرتك، على مرتك، واحدة واحدة بس. المدخل ده؟ الو. ايوه يا حلا، انا كويس. عايزك تسمعي اللي هقوله لك ده وتنفذيه من غير ما حد جنبك يفهم انا بقول لك ايه. ايه؟ لا انا مش سامعه كويس. ايه؟ اصل الصراحه قلت لهم ان انت رحت تشتري هديه للدكتوره، بس هم بقى ما صدقونيش. عايزك تقومي دلوقتي حالا وتجيلي على البيت، وانت جايه عدي على اي صيدليه هاتيلي معاكي مسكن، اي مسكن، المهم مسكن تقيل. لما تيجي خش على طول، هتلاقي المفتاح تحت المشايه، ما تتاخريش. حاضر حاضر، مع السلامه. لا هو كويس. طمنينا يا استاذه، هو بخير؟ الحمد لله مفيش اي حاجه. المسكن؟ ايوه. مش عايز ناجي الخليلي يحس بأي حاجة ولا يشك اللحظة انك عرفت ان انا قابلته او اني اتصبت. ازاي؟ ده هو اللي طلب مني ان انا اجيبك عنده، وبعدين انا لو ما فتحتش معاه الموضوع ممكن يشك فيا. لو ما فتحش هو معاك الموضوع ما تتكلميش في حاجة. لو هو بقى اللي اتكلم قولي له انك رجعتي لقيتيني موجود في البيت واني ما شكتش فيك في حاجه. وتفتكر هيصدق؟ وما يصدقش ليه؟ انت عملت كل اللي هو طلبه منك. طب انت عملت معاه ايه؟ بلاش تعرفي اكتر من اللازم. حاضر. وعم ابراهيم ماله؟ بيقولي له ان انا وانا طالع على السلم وقعت على رجلي واتعورت فيها، ولما حاولتي تساعديني زعقت فيكي. ليه؟ هو انت مش واثق فيه؟ ولا فيك انت كمان. يلا امشي انت دلوقتي عشان مسكن بخطه الخليل عايز انام. لا انا هفضل قاعده جنبك لحد ما تنام، وبعد كده همشي.